يا أهلا وسهلا، أسعد الله مساءك بكل خير. يا جماعة الخير، انتبهوا من حكة العين. حكة العين لا تتعاملون معها أنها ما تسبب مشاكل. حكة العين على المدى البعيد تسبب مشاكل، وهذه نشوفها الآن. قبل شوي شاب الله يشفيه عمره تقريبا 18 سنة طلع من عندي يشتكي من ضعف في النظر بالعينين. لما فحصت العين شوف ايش حصلت عنده، الله يشفيه، عنده طال عمرك قصر نظر بالعينين وانحراف شديد في العينين، تقريبا 4 درجات في اليمين وربع، والعين اليسرى 5 درجات و75 انحراف، اللي هو استجماتيزم. وهذا التخطيط القرنية عنده يوضح وجود تحدب في القرنية مخروطية. ومعروف أن القرنية المخروطية أحد أهم أسبابها فأحد أهم أسباب القرنية المخروطية أو تحدب القرنية هو دعك العين وحكة العين الفترات طويلة جدا. وهذا نشوفه عند الناس اللي عندهم حساسية بالعين، فانتبهوا يا جماعة الخير. حكة العين لابد من علاجها. واحد عنده حساسية لازم تعالجها. تشوف طفلك يدعك عينه بشكل مستمر لازم تعالجه، مهم جدا. تسبب تحدب في القرنية، تغيرات في شكل القرنية يسبب ضعف النظر. مشكلتها حاجتين القرنية المخروطية، المشكلة الأولى أن النظر ممكن ما يكون كويس بالنظارة، تستخدم النظارة وما تشوف كويس فتحتاج عدسات لاصقة صلبة. الحاجة الثانية النظر ما يستقر، يتناقص كل سنة ويتدهور كل سنة لا قدر الله. فشيء مرة مهم تنتبهون له اللي هو حق دعك العين